يقولون إن يومه من 70 ساعة، فإنتاجه غزير ومتنوع، ولكنه لحسن الحظ قلما يكون متفاوتا بل نوعيا على الأغلب. ضيفنا اليوم شاعر، مسرحي، صحفي، روائي، أستاذ، مترجم، كاتب سيناريو، نعم كل ذلك، فهو ممدوح عدوان. بدأنا معه الحكاية من المكان الذي يحب، المعهد العالي للفنون المسرحية، وتابعنا خطواته في أروقة المعهد. هنا يجلس بكل تواضع بين طلابه ويتلقى تحياتهم قبل بدء المحاضرات، وبالبساطة نفسها يترأس جلسة الدرس ويبدأ حديثه، والكل يصغي باهتمام لكل حركة، لكل كلمة، ولكل لحظة صمت، والحديث يستمر، وهذه المرة ممزوجا بضحكات. ممدوح عدوان شخصية بلا حدود، هناك آفاق واسعة دائما وعوالم وأكوان مدهشة يحاول الوصول إليها في كتاباته وحواراته، وهي أيضا مثله بلا حدود. انتقلنا مع كاميرا البرنامج إلى مكتبه الخاص، وصغرت الكلمات أمام تلك الجدران التي احتلتها الكتب من الأرض إلى السماء. ورغم هذا الحضور الكبير للكتاب في حياته، لا بأس من الاطلاع على آخر نتاج الفكر والأدب والثقافة عبر الإنترنت. ممدوح عدوان اسم كبير أثبت حضورا مميزا في عالم الأدب والثقافة، كرم في عدد من المهرجانات والمحافل الأدبية في القاهرة وعمان ودمشق، كتب المسرحية والشعر والرواية، كما قدم أعمالا تلفزيونية وله ترجمات أدبية وفكرية هامة. وبالأرقام قدم ممدوح عدوان 26 مسرحية، منها سفر برلك وزيارة الملكة، وصدر له 17 مجموعة شعرية، منها للريح ذاكرة ولي، دفاعا عن الجنون، وعليك تتكئ الحياة. له 30 كتابا مترجما عن الإنجليزية، منها الشعر ونهايات القرن وتقرير إلى غريكو. كتب للتلفزيون 20 مسلسلا أبرزها المتنبي وزير سالم. أما في عالم الرواية فقد قدم روايتي الأبتر وأعدائي. ممدوح عدوان أديب من الطراز الرفيع، وهو عبر تدريسه مادة الكتابة المسرحية لا يستهين بأي محاولة كتابة، لأنه يقرأ بعمق ما بين السطور ويخلق أشياء من تفاصيل كثيرة. هو دائم الحركة ويحب التمتع بتفاصيل الحياة والأشياء من حوله مهما بدت بسيطة، وحس النكتة واضح في تعليقاته ومفرداته. وبانتظار المزيد من إبداعاته الفكرية والأدبية، ممدوح عدوان أو أبو زياد معنا اليوم في حديث متعدد المحاور يسمعنا طيب الكلام. خير أستاذ ممدوح، وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا مرحبا أستاذ ممدوح. يمكن البداية تكون شوي مزعجة أو بتضايقك، يعني حضرتك سبق وتعرضت لحادثين، واحد منهم حادث سيارة والثاني عارض قلبي أو أزمة قلبية، وبالحالتين مثل ما بيقولوا شفت الموت. بس ضليت تقول أنه المشاريع اللي كانت بانتظاري ما زالت بانتظاري، وأني بتعامل مع الموت مثل واحد قاعد على الطاولة وممكن يقوم قبل بوقت، قبل ما يشبع. أنت وهلأ عم بتحاول تصرع، وإن شاء الله أكيد بتصرع، مرض مراوغ وخبيث. هل تغير موقفك من الحياة، من المشاريع المنتظرة، من الموت بحد نفسه؟ هو لما بيكون واحد شاب ما ممكن يختلوا اللي بده يموت، بضل يحس أن الموت بعيد عنه، موجود مكان آخر، موجود للآخرين. أنا باقي فيه من الشباب هي النقطة، أنه لسه بحس أن الموت مؤلم، ولسه يعني بقول بخاف من الموت أو مخاف من الموت. فعلا عمري ما فكرت فيه أنه بيعمل لي شيء، إلا بيعطل لي مشاريع بذهني لسه ما كتبتها. دائما بقول أنا أنه يعني لو عم معمر بيت وصار لي شيء، ابني بيكمله، رفيقي بيكمله، أي حدا ممكن يكمله. لو عندي مشروع، لو عندي شركه، لو عندي كذا، كله بيتكمل، الا الشيء بالذهن اللي بده ينكتب ما حد بيكمله غيري انا. فحتى الان وانا يعني الفتره الاخيره تعرضت لمرض خبيث فعلا، بدليل الصلعه يعني اللي من اثارها باينه،
لحد هاللحظة ولا مرة ولا مرة خفت من المرض. وعملت كيمياء وعملت جلسات أشعة وعملت بحس إنه شيء طبيعي، هذا بده هيك إنه هذا بده يمر. وإذا زعلان على شيء زعلان إنه ثلاثة شهور عطلني عن القراية والكتابة، على أساس إنه الموت ما له علي غير هالنقطة إنه بيعطل لي مشاريعي. عم تحاول بس سؤالي إنه تكون أسرع تجاه المشاريع المنتظرة؟ لا حتى حاسس إنه لما رجعت استأنفت شغلي. معلش أحكي لك شوي عن مرضي. إنه أول ما حسيت فيه أنا صرت أنسى. وصل لدرجة النسيان إنه كون كاتب جملة حسة غلط يجي أكتبها أمحية لا أكتبها تاني مرة أكتبها نفسها. ذهني ما عاد يقدر يبحث عن جملة أخرى فأتعب وقف. بأوائل شباط بدأنا الفحوصات تبين إنه في شيء خبيث. وبعد تقريبا لقبل شيء 10-15 يوم ريحت حالي تماما وسائبت مثل ما بيقولوا إنه صارت الحرب. فكان أصلا اللي عنده شغل وقف شغل وصار يتابع التلفزيون والأخبار. وبعدين جلسات الأصدقاء كلها حاول تدور حول الموضوع. لأول مرة عفوا الأستاذ ممدوح بيكون هذا العدوان ممدوح. فإنه الأصدقاء كمان حديثهم نفسه. بعدين اجت التحديدات الأمريكية لسوريا، يعني كمان انشغلنا بالموضوع. فقط هذا الشيء ريحت حالي شيء 3 شهور. وهلا استأنفت نشاطي وعم بقعد اشتغل 4-5 ساعات الحمد لله، يعني مع انه لسه عندي جلسات انا ما خلصت بس ماشي الحال ان شاء الله معافى اكيد. استاذ ممدوح حكينا باتجاه المستقبل، طب باتجاه الماضي هل انتابك مثلا لحظه ندم تجاه شيء انعمل او اكبار لموقف انت عملته؟ ما بقى انا بحس انه حياتي عاديه رغم انه اذا بستعرضها من جانب تاني انه عشت حياه حافله. يعني انا بال67 طبعت مع الفدائيين، بال70 كنت يعني مراسل القطاع الشمالي بالاردن، 73 كنت مراسل القطاع الشمالي بجبهة السورية، يعني عشت حياة حافلة. من حيث الكتابة أنا فخور بكل شيء كتبته، بس بدامني لحظات بمشي بقلب الكتب هيك بقول يا أخي مو هذا اللي بدي أكتبه، في شيء تاني كنت بدي أكتبه ما لحقت، لازم لحق أكتبه. فبيعج راسي بالأفكار وبقول لسه معي وقت، بكره بعد بكره كذا، وبضل بيشتغل لذلك ما بلحق. علما انا يعني رفقاتي انا ما قلت يوم واكثر من 70 ساعه انه انا بفيق بكير من الساعه 6 الصبح بقعد بشتغل الوحده من سنتين، بعدين اذا بدي يجيني ناس او اطلع لعند ناس بطلع بالوحده من سنتين، الناس هيك. والعملي كان بيساعدني على ذلك، العمل بالصحافه والعمل، فما كنت انا ملبك بقضيه الوقت، اطلع اقعد بالمطاعم واشرب وتسلى مع رفقاتي وبعدين ارجع انام بعد الظهر، فيق 6 كمان. كمان اذا بده يجيك ضيف ما بيجي قبل 9، واذا بدك تروح لعند حدا ما بتروح قبل 9، ففي 3 ساعات كمان كنت استفيد منهم. وانا اتصف ما بعرف الصفه سيئه، انا سريع بالحكي وسريع بالمشي وسريع بالقرايه وسريع بالكتابه، سريع بالحب، سريع بالنسيان، سريع بكل شيء. بس يعني كمان رغم هي السرعة أستاذ ممدوح، يعني كمان الغزارة الإنتاج بتطرح سؤال إنه يعني بالنسبة إليك شيطان الإلهام دائما حاضر أول ما بتقعد هو بيكون سابقك على الكرسي؟ يعني يعني ما بتشرط وراء يعني آليات الكتابة عندك كأنه كتير يسرة وسهلة؟ خليك، لأنه أنا بس قرر بدي أشتغل موضوع بفكر فيه قبل ما أبدأ. لما بقرر أبدأ خاصة إذا كان دراما أو قصيدة أو أي شيء ما بصدق إنه أنا بصير أشوفه من منامي للأبطال، وأنا نايم أقول فلاني كان لازم تعمل هيك، فلان كان لازم يعمل هيك. فلما بقوم من الفرشة بقوم لأني منتظريني قاعدين قدامي على الكمبيوتر أو على بين الأوراق، فبقوم أنا بس بسجلهم شو لازم يكتبوا ضمن يعني نضج بالثقافة بالقراية بالاطلاع إنه أنا بعرف شروط الفن اللي عم بتعامل معه، وإذا ما عرفت الشرط ما بكتب كل الفن.
الحياة اللي عشتها أنا وطبيعة الاطلاع اللي أنا معي لسانس أدب إنجليزي ومشتغل بالصحافة والصحافة فتحت لي أبواب هائلة، سافرت منيح يعني خارج البلد، بقرأ منيح، هذا بيعطيني هيك زخم لهالأشياء. وكثير أحيانا لما فيق الصبح ما بذهني شيء بمسك كتاب من الكتب بكون عاجبني وبقول ليش قاعد بلا شغل بترجمه. هيك أنا يعني صار عندي 30 كتاب مترجم. هذول داخلين ضمن 80 مؤلف اللي اسمك عليهم؟ 80 30 كتاب مترجم ايه؟ داخلين ضمن ال 80 لحال ما يكونوا صاروا 110 ان شاء الله بيصيروا. يعني بس فعلا معناته انت ما بتشريط ورق، يعني ما بتعيد النظر كثير باللي بتكتبه؟ لا بعيد النظر. لما كنت اشتغل على بالورق وقبل ما استخدم الكمبيوتر كان كثير يعني تكون عندي اوراق وانا مسوداتي غاليين علي، فانا بعد ما اخلص القصيده يكون مبيض 4-5 مرات كل يا حوين دونك بدي اكتب هذوك المسودات. سالم ممدوح، قلت باكثر من مقابله انه انت ما بتحب تحكي عن الموت او الحياه، بتحب تكتب او تمارس الموت والحياه. بس اللي شفته ربما يكون قبل آخر ديوان اللي هو بعنوان طفولات مؤجلة، يعني كأنك تقمصت شخصية طفل وافترضت أيضا أنه المتلقي هو طفل. يعني الدورة شوي غريبة أنه الواحد بعد ما يوصل لمرحلة النضج يرجع لمرحلة الطفولة، يعني أنت ما عم تستعيد طفولتك من وجهة نظر راشد، هي لا فعلا وكأنه الطفل عم يحكي شعر والمتلقي هو شعر. ربما ما يعني أنا بقول شعر بطريقة سيئة كتير، فبس في هذا المقطع إذا حضرتك بتحب تقرأ يعني هون وكنت مشتاقا. هي لما أنا كتبتها لما كان زياد صغير ابني، فكتبتهم هدول 14 قصيدة مثل القمر يتم 14 وسميتهم أقمار زياد الصغيرة، منهم هاي القطعة. وكنت مشتاقا إلى القمر، رسمته في دفتري، في الليل لم يأتي القمر، تطلع البابا إلى السماء لم يرى القمر، تطلعت ماما إلى النجوم لم ترى القمر، إلى الغيوم لم ترى القمر، ضحكت في سري ولم أخبرهما بأنني خبأته في دفتري. طبعا أنا بفترض أنه يقول الشاعر فيه بأعماقه في طفل، أنا بفترض كل واحد من الناس بأعماقه في طفل. ويمكن أحد أسباب تعلق الرجل بالمرأة أن المرأة تعرف تتعامل مع الطفل اللي بالرجل، فلأنها بتنبش له هالطفل بتصير عنده حس بمقدار ما بيحبها أو بيشتهيها أو بيعشقها أو هيك، بصير عنده امتنان وحس بطفولة حقيقية بيرتبط فيها كأنها أم. فلما بكتب هيك شغلات أنا بكون عم بكتبها مثل ما قلت لك يعني ابني لكن بكتبها بطريقة بعتقد أنت يمكن لما قريتي حسيت أنه هذا ابنك وفلاني ممكن تحس أنه ابنه وفلان بحس أنه ابنه، هذا بسموه التجربة الخاصة لما شوي واحد بيرتفع فيها شوي بصفي بتعني كل الناس. اللي هو دائما حضرتك لأنه بتشخص الحالة، يعني أنت ما بتحكي عن طفولة، يمكن هون بنلاقي تجسيد عملي لوجهة نظرك تجاه الفن والإبداع، أنه أنا ما بحكي عن الطفولة بحكي عن طفل، ومن هالطفل ممكن نعمم باتجاه الأطفال الآخرين. إيه طبعا. أستاذ ممدوح، يعني حضرتك عندك تعدد بميادين الكتابة والإبداع، وبعض الحالات لا سيما مثلا بالعمل الصحفي بتقترب من ميادين الفعل الاجتماعي، هل هذا الاقتراب هو بترجم فهمك لمهام المثقف أو لدوره أو لفعالية اجتماعية يجب أن يتحلى بها المثقف؟ هو أنا يعني قلت لك لما مارس فن من الفنون بحب أتقنه وأتقن أصوله، فلما مارست العمل الصحفي وأنا مارسه من أول شيء يعني 64 أنا بشتغل بالصحافة، كان عندي هيك إحساس أنه الصحافي ابدا مو هذا اللي عم ينكتب عنا، والصحافه هي اللي بتخلي الانسان مثل القصيده يوصل لجوهر المشكله ويعرف يتعامل مع اشخاصه وابطاله، ومن بالتالي كانه عم يكتب قصيده الواحد، بمعنى انه هدول الناس لما عم بيحكوا عن مشكلتهم بيكونوا
شو أم أبوه عم بيعبروا عن مشاكل كتير الناس بيشبهوهن. هذا العمل الصحفي أغناني أغناني كتير، لأنه من خلال العمل بالصحافي واضطراري لموضوعات مثلا الأحوال العادية بجوز ما كنت أفكر فيها، صار عندي حصيلة منيحة بمعرفة المجتمع، معرفة الناس، معرفة طبائعهم، معرفة عاداتهم وتقاليدهم وكيف بيتعاملوا مع أصغر الأمور وأكبرها. وكنت دائما أنا بلجأ لشعار خلينا نسميه، أنه بصير حادث الشرطي بيكتب عنه تقرير، والصحافي بيكتب عنه تقرير، والجيران بيحكوا لبعضهم عنه، الكاتب هو اللي بيفهم لماذا حدث ذلك. إذا قرر أنه يجاوب لماذا حدث ذلك بيكون عم يكتب أدب، سواء كتبه صحافي ولا كتبه شعر ولا كتبه مسرح، بيكون عم يجاوب على السؤال العظيم. لما بيكتشف هذا الشيء بيكون عم بيكتشف نقطة ضعف أو القوة الموجودة عندك. نفترض أنت بطلت الحادثة اللي عم بكتب عنها، لكن نقطة الضعف والقوة اللي عندك إذا بتعمق فيها بتطلع موجودة عند كل الناس، ويكتشف كل إنسان أنه مثلك. هو على كل ما بيقولوا الرواية العظيمة هي اللي الرواية اللي القارئ بيقدر يلاقي حاله بأحد الشخصيات أو بأحد المواقف. بأحد المواقف أنا كنت لي رأي هذا بدرسه للطلاب، أنه الواحد لما حتى يكتب منيح بده يكون جريء، جريء مع نفسه أولا. أنا بقول شكسبير لما كتب هاملت وكتب روميو وجولييت وكتب شايلوك، على اختلاف الشخصيات كتب لير، أنا أعتقد ما كان ممكن يكتبون لولا فيه بأعماقه شيء منهم. هو في شيء من جولييت أيضا، في شيء من الليدي مكبث. فسواء هاي الجرأة بدها أنه واحد يعترف أنه بأعماقه فيه الفدائي وفيه الخائن، وفيه البخيل وفيه الكريم، وفيه الجبان وفيه الشجاع، بأعماقه هو. فبيحتاج لما بده يكتب جبان واحد جبان بيكون عم يكتب عن حاله، وبيعرف يبرر جبنه بدون ما يدينه أنه هو جبان لأنه بيفهم الحياة هيك. بهالحالة لازم يكون الأديب أو المبدع هو أكثر الناس تصالحا مع ذاته، لأنه عنده قدرة يكتشف ذاته وقدرة على تقديم هالاكتشاف للناس بشجاعة. لكن ما كل الناس تنتبه انه والله لما انا كاتب رواية دائما مثلا عن شخصيات مختلفة، ما كل الناس بينتبهوا انه انا فعلا انا كل الشخصيات، بظنوا انا عم بوصف من خارج. انت مرة يمكن قلتي لي انت الوحيد اللي كان شاعر واجا كتب رواية ما كتب عن حاله، كتب عن شيء خارجي وعن قصة قديمة، لأنه معظم الكتاب اللي بيكتب عن حاله فقط هو استكمال لدور الشعر، لأن الشعر هو كتابي عن الذات. عن الذات نعم. ما جاوبتني على السؤال إنه هل بتشعر إنه المثقف أو المبدع له دور اجتماعي؟ نحن نبالغ شوي بدور الاجتماعي للمثقف، هو له دور، هو له دور كمواطن. لكن كتابته هو مخلص للكتابة أولاً، الكتابة فن مستقل. ما في رواية غيرت مجتمع. ولا مسرحي ولا قصيدي ولا كل الشعراء ممكن يغيروا المجتمع، هم بيقدموا إضاءات على المجتمع، وبعدين ممكن يطلع مظاهرة، ممكن يتطوع فدائي، ممكن بيعمل عمل، هذا عمل كمواطن. عندنا بيصير مزج وخالط بين انه هو عمل هيك لانه مثقف واللي عمل هيك لانه مواطن. انت شو الجواب عندك؟ الجواب هو عمله هذا كمواطن، هو بالكتابة مخلص لشروط الكتابة بالدرجة الاولى، ولا يبرر له ابدا انه هو والله لانه متحمس للقضيه الفلسطينيه راح كتب عن القضيه، او كتب عن واحد فدائي، او كتب عن جندي بالجبهه، او ما له مبرر هذا. وفي مقوله كثير شائعه وكثير صح وكثير يعني مزبوطه، الفن الرديء لا يمكن ان يخدم قضيه عظيمه. فاذا هو لما بده يكتب بده اول شيء يحط باعتباره انه بده يكتب فن جيد، والفن الجيد ابدا لا ينسجم مع متطلبات الحركه السياسيه ولا الاجتماعيه، ولا بيكتب من خارجه هو. ماركس بيقول انه الكاتب اخلاقي قبل الروايه وبعدها، مو اثناء يعني، مو اثناء. اثناء هو مخلص للروايه ولفنها، شخصيته الى التواءات الى هفوات الى نزوات الى بده يكتبها باخلاص، ولو كان بطل قديس كازنزاكي كتب عن قديسين، لكن قدمهم ببشر،
قدم بني أدمين. فهذا الكشف اللي عمله هو قدم مخلصا لفن الرواية بالدرجة الأولى وليس لخدمة الدين كما يتبدل لأول وهلة. طيب هلأ بس إسان ممدوح يعني عالميا، مثلا نشوف هافيل التشيكي أو نيرودا التشيلي أو همينغوي المو أمريكي حتى كوني باهتمامه بالقضايا العامة والشأن العام، ليش عنا بالدول العربية عموما كل ما كبرت شهرة الأديب كل ما كترت حساباته وزاد حرصه؟ يعني الواحد بيتوقع أنه بيزداد جرأة في المنافحة عن قضايا عامة مع ازدياد شو بيقولوا حصانته اللي بتأمنها الشهرة، لكن بنكتشف أنه العكس، كل ماله بيتقوقع وكل ماله بيكون حريص أكثر على حساباته الصغيرة أو مواقعه الصغيرة. أنا بظن في وهم بهالكلام أنه الشعراء الكويسين التقدميين اللي ذكرتيهم أنت هدول كانوا يعني مخلصين للفن اللي كتبوا فيه أكثر ما رادوا يخدموا القضايا، ولأنه هيك أنا بعتقد إذا قرأنا جيدا أي واحد هدول لوركا ولا نيرودا ولا كذا بالمئة 90 من كتاباتهم عن قضايا الحب حتى عن الحب، عن الحب تحديدا والعلاقات الاجتماعية، وأسئلة نيرودا عن السفينة وين بتوقف الشمس وين بتروح لما بتغيب، أسئلة طفولية كتير يعني. فأولا هنون سمعتهم كمناضلين قائمة على ما فعلوه خارج الفن، بس ربما يكونوا يعني سخروا شهرتهم الفنية لخدمة قضاياهم الاجتماعية. هذا يعني شهرتهم انبنت على ما قدموه من فن ووظفوا هالشهرة لخدمة القضايا العامة. لما بتجي للفن نفسه تكشفي انه ما خدم القضية، ما خدم القضية بمعنى ما خانها طبعا، لكن ما كتب عنها، لا كتب عن الفقراء ولا كتب عن كذا، يمكن اللي كتبوا نيرودا شوي وهمينغوي يعني كلهم كتبوا بإخلاص لفنهم وما كتبوا أبدا ليخدموا القضية، خدموها خارج الفن. أنا بشوف فنان العربي يعني قدر الإمكان خدم قضيته، وقدر الإمكان تعني بمقدار ما كان في إطار بالمجتمع يحتوي فعاليته. أنا هل بدي أخدم القضية قضية من هالقضايا المطروحة إذا ما في إطار لحالي ما بقدر أخدمها، طلع بيان لحالي يعني طيب طلعت بيان لحالي، هذا براءة ذمي مو خدمة للقضية، براءة ذمي إلي أن شوفوا أنا مؤيد كذا أو بستنكر كذا. فهنن الفنانين العرب لأنه ما في حركة اجتماعية، ما في حامل اجتماعي بالمجتمع يحمل نضالهم يستوعب نضالهم أو هنن ينخرطوا فيه، فيبدو عليهم كأنه صامتين وما عم يتدخلوا. لكن أنا بدي أتدخل، وين بدي أتدخل؟ أين القوى الاجتماعية اللي ممكن أشتغل معها؟ أين القوى السياسية اللي ممكن أشتغل معها؟ لما ما في هذا الشيء أحيانا بصمت وصمتي قد يكون بطولي، أنه أنا كل الناس محتفلي بشغلة معينة وأنا ماني مؤمن فيها، كل الناس مستنكر شغلة معينة وأنا ماني مستنكرها، فبدل ما انضم للجوقة بسكت. سكوتي هذا بحد ذاته موقف، شكل من اشكال النضال او الفاعليه. ويمكن هذا له علاقه كمان استاذ ممدوح بانه علاقه الثقافه مع السلطه ايضا، انه يعني ما اخذت الثقافه والمثقفين يعني اهميتهم او موقفهم او موقعهم من بالنسبه للسلطه. مو احد العوائق، أحد العوائق مثل ما أنه يعني ما في سلطة تستوعبهم، كمان ما في حامل اجتماعي يستوعبهم، ما في أحزاب سياسية تحتويهم. يعني الأحزاب اللي عندنا سواء بالسلطة ولا بالمعارضة كل الوطن العربي بائس كتير. أنا بقول كتير يعني أنه هذا النظام سيء، البديل عنه اللي عم يطرح حاله معارض أسوأ مني. فبقول يا أخي خلونا هيك مع الاستقرار على الأقل. أستاذ ممدوح كثير بالمقابلات اللي انعملت معك من قبل بتدافع عن علاقة السياسة بالفن. أنا عم بقرأ هيك قلت لحالي خطر باله شي مرة أستاذ ممدوح يمارس السياسة بس من وجهة نظر فنان أو بفن.
هو أنا دليل إني حاولت إني فشلت لأنه أنا شفت إني لا أصلح أن أكون كادر كما هو مطلوب من الكادر يكون لا بأحزاب السلطة ولا بأحزاب المعارضة ولا إنه في مواصفات معينة للكادر بده حدا بده يلغي ذاتيته وأنا ما بعرف ألغي ذاتيته فلما بدي انضم ككادر ضمن تنظيم معين بدي قاعد تناقض إنه أنا مطالب ألغي ذاتيتي لصالح شيء ما مقتنع أنه هو البديل عن هالذاتية العظيمة اللي أنا عظيمة لأنه أنا بشوف أنت ذاتيك عظيمة كل واحد منا ذاتيته عظيمة لما بيقرر يتخلى عنها مثل الشهيد بده يروح يستشهد بيكون قرر يتخلى عن كل شيء ويروح يستشهد بيكون مقتنع أنه اللي عم بيقدمه من القضية اللي عم بيخدمها أهم من حياته لذلك يقدم على الفعل إن كان انتحاري وإن كان عمل جريء وإن كان هو ما عم يقدر يلاقي أنا يعني ما عم يقدر يلاقي البديل اللي ممكن يستاهل إنه أعطيه ذاتيتي وضحي فيها من شان الأهداف اللي بيكون معلني عندها أو أساليب العمل بيكون عم بيشتغل ربما أساليب العمل بيطلع تعبير أدق لأنه يعني أنت قبل هالمرة قايل أنه فيما يتعلق بأساليب العمل أنه فشل التجارب الاشتراكية أو الشيوعية لا يدين الفكر يدين التجربة يدين التجربة. بس أنا سؤالي هلأ أستاذ ممدوح أنه بتعتقد أنه في أساس نظري سليم ممكن يؤدي لتجربة فاشلة ولا من الأصل بيكون في فجوة نظرية تملأ بممارسات عملية سيئة؟ هو الكمال لله يعني خلينا نقوله والإيديولوجيات الموجودة طبعا لما قالوا موت الإيديولوجيا بيقصدوا الإيديولوجيا الاشتراكية تحديدا بالتحديد لكن ما عم بيقولوا موت الإيديولوجيا لكن في إيديولوجيا دينية وفي أنا بقول إنه الإسلام مثلاً المسيحية فكرة تقوم على التسامح والمحبة لكن محاكم التفتيش ارتكبوا مجازر باسم الدين ودفاعا عن الدين مجازر وحشية هل نحمل المسيحية عبء أو مسؤولية ما فعلته محاكم التفتيش وعلى هذا أقيس إنه بقول إنه الفكر الاشتراكي أنا مؤمن فيه لكن اللي جرب الاتحاد السوفيتي بالدول الاشتراكية ما في دافع عنه رغم إيماني بالفكرة لكن ما بقول إنه الفكرة الاشتراكية بتسقط أو الماركسية بتسقط أو بقول هذه التجربة فشلت هون وننتظر الزمن ممكن تجرب بعدين ممكن هي تطور حالها قلت إنه ممكن يكون فيها ثغرات ممكن هي تطور حالها وتأخذ درس مما جرى وبعدين ما بنعرف بجوز بالعراق ولا بالسودان ولا بمكان ما ممكن تستأنف التجربة من جديد مستفيدة من تلك الأخطاء التي حدثت سيد ممدوح بدي أخذك مقتطف حضرتك قلته بجريدة تشرين مقابلة أجريت معك مؤخرا يعني قلت فيه أنه هلا بتشوف امريكا طبعا هلا انا ما بصدد دفاع عن امريكا يعني اخر مهامي ندافع عن امريكا بتشوفي انه امريكا عالم جاف غير ودود او عاطفي وبلا هويه بالمقابل هناك نحن ونحن اللي بنحتفظ بدفء العلاقات الاسريه والاجتماعيه كاني لقيت في اعاده انتاج للتقسيم المثالي بين غرب متقدم متطور لكنه مادي ومرذول وبين شرق متخلف لكن روحاني وشفاف إذا فهمت يكون أنا أخطأت التعبير أنا ما بقول غرب مادي وعلماني ونحن الشرقيين روحانيين وأنا بعتقد نحن الشرقيين ماديين وشهوانيين وأكثر من الغرب بدليل انه الغرب لما بيتهتك بيقرا ادبنا دليل انه نظرته الحقيقيه انها هيك ونحن لما بدنا نعجب بالغرب بنعجب بعلاقته بالعمل وضبطه للوقت يعني حتى الفرد بترك الانظمه هيك ف انا ما عم نوع الفكره بقدر ما عم بعيد طرحها بطريقه ثانيه انه الغربي يمكن طبيعة علاقته بالعمل جففت مشاعره وصار علاقته بزوجته وعلاقته بابنه وعلاقته بأبوه
أقل إنسانية. ونحن يعني نحن كمان غلط، لأنه علاقتنا بأبي أهلنا دبقة إلى درجة فظيعة. يعني أنا من يومين ثلاثة كنت عم بحكي أنه أنا مسؤول عن أبي وأمي طالما هم أحياء، ومسؤول عن أولادي طالما هم أحياء، ومسؤول عن أخوتي طالما هم أحياء. فليه ليه ليه كل واحد حامل كل الأعباء على كتابه؟ في إمكاني تكون علاقات إنسانية لكن تقوم على فهم أفضل للعمل وللحياة. أنا ما بشوف أبدا أنه الغرب علماني ونحن ما لنا علمانيين، ونحن عم نسعى لتطوير نفسنا علمانيا، وبدليل أنه لما بحد بتطور عنا وبصير عنده كفاءات علمية دغري بياخدوا بر ما بيقدر يعيشوا. طيب بس عم تقول في إمكانية أنه نتطور، بما أنه أنت عم تقول قبل شوي كمان أنه الروائي أو المبدع هو بجاوب على الأسئلة أو بيقول ليش، بيطرح أسئلة وقلت أنه بيحلل ليش هيك عم بيصير يعني، فهذا نص الطريق للجواب لما بتقول ليش. فأنت برأيك أنه هل من الممكن نقدر نتلافى هاي الفجوة أو هاي الثغرة؟ أنا بشوف أنه الأديب مثل مخبر التحليل، تاخذي الودان بيحلل شو عندي، بس هو ما مطلوب يشفيك، أنت بتشفي حالي، بيقول لك مرضك هيك وأعراضه هيك وبده يسبب لك هيك، روحي تشوفي دكتور مختص. فنحن نخلط الأشياء، منقول الأديب مطلوب أنه يفكر ويحلل ويوصف الدواء وينقذ المجتمع، وهذا ما ممكن، ما في أديب في العالم عمل هذا الشيء. أستاذ ممدوح، هيك منوقف هلا عن تجربتك الشعرية، بدي أسأل من ابتداء منك هلا عن أيهما أكثر رضانت، عن البدايات ولا عن عما تنتجه الآن؟ كله عظيم. أنا برجع أحيانا بقرأ البدايات وبحس أنه بالبداية كنت أكثر براءة وأكثر اقترابا من الطفل اللي بأعماقي. مع تقدم العمر وتقدم الثقافة والاطلاع وهيك، ومرت فترة فعلا هيك كانت عصيبي انه صرت حس انه قصيدتي عقلانية، وهذا عيب بالشعر. الى ان يعني بالفترة العشر سنوات الاخيرة عقلنا من جديد وطلنا نعتمد على العقل. بشوف انه العشر سنوات الاخيرة تحديدا يعني تقريبا هيك مثل العشر سنوات الاولى، بيناتهم في فجوة كان يغلب علي الهم السياسي والعياط، وكنت أقول إنه الكويس والبعيط أكثر وبسمع صوته أكثر وبتحدى أكثر، بتحدى المجتمع، بتحدى السلطة، بتحدى المعارضة، بتحدى التقاليد الاجتماعية، بتحداها كلها. هالتحدي ما فيه تحدى اللي يكون معتمد على فكرة، والفكرة بتجفف الشعر. فربع سؤالك، فعلا الفترة الأخيرة مثل الفترة الأولى، تنتين كويسين بيناتهم فجوة أنا بقراها اللي بحبها يعني، بس بقول يعني يا ريت كتبت أحسن مني. هن بيقولوا على كل أن الشعر العظيم هو الشعر الذي يشتق من ظواهر صغيرة، نسيت لمين هذا الكلام. بس ربما هلا أنت ترجمته لهذا القول يعني واقع عليه بالمطلق، أن الشعر العظيم هو الشعر الذي يترجم أو ينطلق من ظواهر صغيرة. يعني من صاحب الرأي وموافق عليه، بقول أنا إذا هلأ عجبت امرأة طيب ممكن ضعلت معها فترة ما أكتب لها قصيدة، لما قرر بدي أكتب له بسموه شيطان الشعر واللي اللي هو يعني بيكتب عنها أنا، إذا اكتفيت فيها تطلع قصيدة تافهة، بدليل أنه عبر التاريخ في مليارات من البشر كلهم عشقوا، وفي ملايين من العشاق كتبوا شعر، بس قصائد الحب الكويسة
يعني بالالف. وهي قصائد كويسه لانه الشاعر لما قرر يكتب عنها البنت بيكون عم بيكتب عنها وهو عم بيكتب تستيقظ كل هواجسه عن النساء ويسقط عليها، فبيكون عم بيكتب عنها وعنها. هي محرض كشف له مخزونه اللي خلاه يطلع، وهذا المخزون موجود مثل الطاس اللي قعرم هيك، قد ما يشيل منه بيضل بسافل شيء، ولما بيضل بسافل شيء بيرد بيتعبى. لذلك بيقدر يكتب عن وحدي وعن تاني وما بيكون خاين. عم تبرر لحالك هلا. طيب يعني هذا الكلام بيعني الى حد ما انه في عندك ملامح لمشروع شعري، ولا هي فقط مثل ما بيقولوا هيك شهقة بتطلع كيف ما طلعت؟ يعني هو بالأخير يعني الواحد قد ما يتواضع أو يجهل نفسه بيكون عم ينطلق من مفهوم من مشروع شعري، لكن قد لا يكتمل مشروعه أو هو لا يحس باكتمال مشروعه إلا وهو عم بيموت، إنه بيطلع بيلاقي أنا كاتب كل هالشيء. وهذه على الأغلب بيكتشفها ناقد أكثر ما هو بيكتشفها. يعني الناقد هو اللي مكلف بهذا الاكتشاف. أنا ما يعني مفكر عندي مشروع شعري، بس لما بطالع 17 ديوان شعر ومجموعتين هيك مختارات أحيانا بقلبهم هيك بقول أنا عندي مشروع، بس شو هو بدقة ما كتير بعرفه. لكن من أول قصيدي لا آخر قصيدي في شيء هيك كأنه خيط متواصل. هلا مرت ألفية فترة قبل هاي طفولات مؤجلة اكتشفت انه انا ما عم اكتب عن الموت والموت موت الاخرين، لانه اصحاب واقارب واهل ولا وكل واحد منهم لما عم بكتب عنه عم بكتب عن الموت وليس موته. فهذا عمل لي يعني هيك صحوه انه انا عم بكتب عن الموت، ما بعرف اكتب عن الحياه. وهذا خلاني بفتره لما كنت مشغول بقضايا تاني هي بفترة الفجوة، يعني انه انا عم قاتل دفاع عن شيء بالحياة، بيطلع لي بين فترة واخرى التفت لورا وشوف اللي عم قاتل عنه موجود ولا لا. الطفل والمرأة والليل والحب ان هي اشياء موجودة بستاهل قاتل عنها ولا ما بستاهل. هذا المشروع بيكتمل عفويا وبيكتمل مثل ما قلت لك بعين الناقد اللي متابع اكثر ما بيكتمل بانه واحد يقرر مشروع معين وبده ينفذه. الخطه الخمسين ما تزبط. يمكن هذا اختلاف الشعر عن الروايه او عن ميادين ابداعيه اخرى، انه بالروايه بيكون في عندك مشروع. حتى انه في كثير ناس بيقولوا انه الروائي على الاغلب بيكتب روايه واحده بنسخ متعدده. وهذا دليل انه في مشروع هو عم بيشتغل عليه او مقوله او فكره او اللي هو بكل الفنون دائما الواحد عنده احساس انه القصيده الاهم لسه ما كتبتها، الروايه الاهم لسه ما كتبتها، كل شيء كتبته بروفات، المسرحيه الاهم لسه ما كتبتها، حتى الترجمه الكتاب الاهم لسه ما ترجمته. يعني ف هو بذهنه طموح معين، بالرواية قد يعني يكون أوضح، لكن حتى الرواية ما بيكتمل، ما بيعرف إنه مشروع اكتمل ولا لا إلا لما بيجي ناقد وبرسم له خطوط هالمشروع من أول عمل لآخر عمل. أنا بعتقد نجيب محفوظ ما بيعرف إذا اكتمل مشروع ولا لا، يعني هي كاتب عربي وتميز وهيك، هو كتب روايات واضحة بيشتغل فيها أو بيتحرك فيها. وكتب روايات وروايات ناجحة ومهمة، وحنا ميني ما بيعرف إذا اكتمل مشروع ولا لا، لكن كتب تجاربه، كتب رؤيته للعالم، كتب تجارب الآخرين اللي لفتت نظره، كتب تصوراته عن العالم، تصوراته عن مستقبل العالم، عن ماضيه، عن كذا، كتبهم كلهم. بده ناقد لحتى يقدر يكتشف وين خطوط المشروع اللي اشتغله وين استراتيجية هذا المشروع. أنت توفر لك هيك ناقد؟ لا للأسف، نحن جيلنا تحديدا ظلم نقديا، يعني يعني ما يسمى جيل الستينات اللي هو جيلنا، يمكن أنا ما انكتب عني خمس مقالات تستحق أن أحتفظ فيها.
انكتبت مراجعات، انكتبت اخبار، انكتبت كذا، بس بالحصيل العام ما في ناقد حط شاعر من جيلنا وقال بدي ادرسه. هلا شو بيعملوا النقاد؟ النقاد اولا ما مواكبين الحركه الابداعيه، يا اما بيكتبوا تنظير للنقد، النقد ونقد النقد ونظريات النقد وما ادري شو، يا اما بيكتبوا مراجعات للتراث. واذا بدكتوا عن ناس معاصرين بيكتب عن ناس ما عاد مفيد نقرا عنهم، عن ناس مكرسين بهالمعنى. يعني بس ادونيس انا شو بيهمني اقرا مقال ثاني عنه؟ ولا محمود درويش ولا نزار قباني؟ يعني هدول ما بفيدوني، لانه قرينا احنا ما فيه الكفايه، وما بعتقد رح حدا يضيف لي شيء جديد الا يعني اذا واحد شال الزير من البير ما بيقولوا. معنى هالاهتمام بكم رمز سواء بالتراث ولا بالمعاصرين عم بحط في الظل كل الاجيال الشابه الاخرى وكانها غير موجوده. فنحن لا انا ولا حدا من جيلي لاقى الناقد اللي ممكن يدرسه بعيوبه بحسناته، يعني ما ضروري ندرسه بمعنى يمتدحوا يعني. بس استاذ ممدوح بتحس انه انت اكثر من غيرك النقد تجنبك؟ ايه تقريبا. طب ليش انت تحديدا ليش انت؟ لاني من حرام. لانه انا ماني هين يعني. بالضبط هذا اللي بدي اقول لك اياه. يعني انا اذا واحد بده يتاسس علي وهيك بشرشه، انا بشرشه يعني، انه انت ما بتفهم بالنقد، ما بتفهم بالشعر، ما بتفهم بالفن اللي عم تكتب عنه، سواء مدحني ولا هجاني. يعني انا ما موقف انه المديح اللي جاء، بس يقنعني انه عم بيفهم شو عن شو عم يكتب. واللي قدروا يعملوا قلي. لانه ليش عم اقول لك هيك؟ احد الكتاب المرموقين واحيانا بيكتب بالنقد، بتعرفيني من ذكر اسمه يعني، كان عنده ملاحظات بدك تقول جوهريه عن روايه اعدائي في فن الروايه وبنائها. فانا قلت له طب اكتب لنا هالكلام بمقاله. فقال لي انه هن ثلاث اربع مقالات انكتبوا عن الزير سالم، طلع بعض منهم ممدوع عدوان مسلسل وكتاب ثاني من الردود. فبدك هلا انا يعني إيه؟ فلقيت انه هذا الكلام يعني فعلا هو حقيقي بالنسبه لك، وحرمك بس بالمقابل من ربما من العلاقه هيك المنتجه او المثمره مع النقد بسبب هي عدوانيتك غير الممدوحة فيك حالة. يعني مثل ما قلت لك أنا ماني ضعيف، وزمانك أنت كتبتي لما عن يوسف إدريس أنه أنا سرق مسرحيته ولا لا، من شو أنه ممدوح عدوان حربته ليست قصيرة، أنه يعني أنا مبهب حدا وأنا واثق من الشيء اللي عم بشتغله. أيضا أحترم الرأي الآخر اللي بيعرف يبين لي أخطائي، يبين لي يعني حسناتي. لما النقد ما بيعمل هذا الشيء بحس تضيع وقت إلي وللقارئ وللجريدي ولن... ليه اللي عم يكتب هذا؟ بدنا هيك كم واحد يقدروا يحللوا ويشرحوا العمل، وهن عم بيشرحوا بيلاقوا فيه أمراض بيلاقوا فيه حسنات، فساعتها ممكن يقول قوله واحترمه. اما اللي ما بيقول هذا الشيء بيجي بيتأستز، يعني خلينا بين قوسين يتأستز علي، لا مين عم تأستز يعني؟ انا مثقف اكثر منك وبفهم اكثر منك. فيزعل او يبطل يكتب. هلا لما عملت زير سالب انا هذا الكتاب، انا كنت اللي استفزني انه عم جاوب عن نقاط اقل من بديهيه. وحده بتكتب انه الزير سالم جزء من تجربه بني هلال مثلا، طيب شو بدي اقول لها؟ يعني مو بس كتبت، لو شفتك لستخت كفين. هذه ما لها علاقه بالمجامله ولا علاقه بالادب ولا علاقه لها علاقه بانه تكتبي شيء عرفيه، على الاقل عرفيه وبعدين قولي رايك. هلا جمال الخضور كتب ثلاث اربع مقالات تناولني فيهم، تناول الزير سالم فيهم، ومو عاجبه المسلسل. وحقه ولزعلت منه، ولما بشوفه سلم عليه وبقعد معه وكذا، حقه. بس واضح انه هو عم يكتب عن شيء بيفهم شو هو. البقيه بتجنبه منشان ما يبين جهلهم. وانا ما بدي واحد يتمرن فيه ليبين جهله.
أو يتعالم على حسابك يعني. نرجع للشعر، أنه بواحدة من المقابلات قلت أنه قصيدة التفعيلة وصلت لمرحلة النمطية وأنه دخلت بمأزق، وهذا الشيء اللي دفعك أنك تجرب قصيدة النثر. تعني تجربتك بس ولا بشكل عام قصيدة التفعيلة؟ لا أنا بعني الآخرين، ما بعني قلت تجربتي أبدا. يعني أنا ملاحظ لما بدي أقرأ الأدبيات والمنشورات والمجلات والدواوين، يعني بالمرة 10-15 ديوان للاقي قصيدتين ملاح. ليه ما عم لاقي ملاح؟ مو مزاجي صعب، بس فعلا اللي عم بينكتب عم بيكرر نفسه، وفعلا واصل هذا لحد مسدود، فبيقعدوا يشتروا هالكلام. وبتحسي بعدين انه هدول الشعراء ليه عم يضيعوا وقتهم؟ يعني فيه كم شاعر كويسين، فيه كم قصيدي كويسي، لكن يمكن هذا احد الاسباب اللي خلت انه كثيرين يتركوا الشعر والشعر النمطي او التفعيلي ويروحوا لقصيدة النثر. قصيدة النثر لها استمالة ضوابط، ولسه في الواحد يتفرعن فيها قد ما بده، لكن حتى قصيدة النثر واصلي بسرعة وصلت للحيط المسدود. هلا انا لاني ضد قصيدة النثر ولا اني معها، ولا اني مع قصيدة تفعيلي ولا اني ضدها، ولا القصيدة الكلاسيكية يعني. انا مع الشعر، وانا فعلا بعد يعني هلا عمري كذا و 60 سنة 61 سنة كذا يعني كذا لا بحق يقول انه انا بقرأ قصيدة بعرف اذا كويس ولا لا، ولو كان انا مزاج شاعر وبتمنى الناس تكتب على نمط قصيدتي وكذا، لكن صار في عندي ذائقة بقدر اقول انه هالقصيدة كويسي مبني صح ما مبني صح. لما بقرأ انا 10-12 ديوان 15 ديوان ما بلاقي فيهم قصيدة سواء النثر ولا شعر، ما بلاقي فيهم قصيدة هيك تلفت النظر وتبيض الوجه، بقول يا حرام يا حرام شو عم يصير بالشعر. لكن هالظاهرة لا تقلقني. ليه؟ مع انه تقلق لازم. ايه لقلك ليش؟ انه الزمن كتير يعني شاطر وسريع الغربلة بالنخل يعني. ايه نحن بقنا كتبنا قصيدة تفعيلة كان فيه آلاف الناس عم تكتب قصيدة تفعيلة، ناس بتعرف شو أصولها، ناس ما بتعرف شو أصولها، ناس وكله يعني طلع على الساحة انه هذا شعر. هلا بعد 20 سنين من الشباب اللي جربوا، واحد صار محامي، واحد صار دكتور، وواحد صار صراف، وواحد يعني كل واحد لقى شغلي، وظل من العشرين سنة ظلوا 15 واحد. هلا بعد 40 سنة بتطلع بالساحة هيك بتحسب الشعراء بيطلعوا لهم 20 واحد. هدول اللي موجودين هلا بكسرة ما مقلقة الظاهرة بالنسبة لي، لأنه بعرف الزمن بده يغرب لهم بسرعة، ولن يربك الحركة الشعرية إلا للي نفسه قصير. نفسه قصير يعني اللي قراء الصدفي بيمسك جريدة بيطلع بيقول إن عندي نون هذا شعر والله مو شعر، بيروكب بالجريدة بيكون عم بيحكم عن الشعر، هو عم بيحكم عن هالظاهرة. وهي الظاهرة بدها تغربل يعني. طب هلأ بدي أسألك أستاذ ممدوح، أنا كمتلقي عادي أنت كيف بتقدم لي مفاتيح لحتى ميز أنه هاي قصيدة النثر هي قصيدة حقيقية ولا زعبرة؟ مثل ما قلت هلأ زعبرة، زعبرة. ما هو ما في معايير يعني مفاتيح تتقدم للقارئ أكثر من حساسيته. والحساسية بتنمو بالثقافة والمطلاع والمتابعة نحن نقرأ قصائد بجوز نغش فيها الآن وتعجبنا، بعد فترة من الزمان نكتشف إنه لا كيف كنا معجبين بهاي، نكون نحن نضجنا، تجربتنا توسعت، آفاقنا توسعت، اطلاعنا توسع. لما توسعت الآفاق هيك وصار الحجم بقعة الإضاءة أوسع، عرفنا القيمة الحقيقية لهذا اللي كان عاجبنا. لعله ممكن تلخيص المسألة هو أودين قاله هيك كلمة حلوة، إن الموسيقى الرديئة هي اللي بنحكى عنها، الموسيقى الجيدة هي اللي بتسمعيها. فالشعر الجيد
هو اللي بتحتفظ فيه، هو بيضل بتغرس بوجدانك. أما بقول لك اللي بيعتمد تفعيلي بيكون صح، واللي بيعتمد قافي بيكون ما في وصف، ما في وصف لهذا الشيء. في ناس تبعوا التفعيلي وفشلوا، في ناس تبعوا القصيدة النثر وفشلوا، مثل ما الناس قصيدة التقليدية وفشلوا، لأنه ما في معيار. وعدم وجود معيار هو اللي بيعمل تسيب. كل 10 سنين 15 سنة بتلاقي بيصير في كذا ألف واحد وبيظنوا هذا الشهر. خليني أقول لك أنه قصيدة النثر في التباس بين الشعر والشاعرية. أنا ممكن أحكي معك كلام شاعري بس مو شعر، الشعر هو القصيدة المبنية. في التباس بين الشعر المترجم والشعر، لأنه ما نقرأه مترجما هو كلام ينقصه الشعر، الشعر هو الذي ضاع بالترجمة. في التباس بالخاطرة، في ناس تكتب خاطرة أو نكتة جملة هيك حلوة على بيته فبيظن أنه هذا الشعر. كل هالأسباب هاي بتخليك تقولي تقرأي هلا مجموعة بتقولي ما الله في ظرفات مندري شو، لما تراكم تجربتك بالقراءة ترجع بتقولي العمل كيف أنا أعجب بهاي، كيف أعجب بهاي. فبرجع بقول المعيار هو حساسيتك التي تنمو عبر القراءة فقط. يعني صعبتها لأنه هلأ حتى أنت عم تحدد شعرية قصيدة النثر حددتها بالنفي ما حددتها بالإثبات. بالألف قصيدة بيلتقى 10 قصائد كويسة، بيلتقى 60 قصيدة بتلاقي شهرة بيناتهم 10 كويسين فعلا. طيب بنضرب مثل محمد الماوط، محمد الماوط بكتب نموذج للقصيدة النثرية وبيعمر ما كتب كلمة موزونة، لكن ما فيك إلا تقولي يعني هذا شاعر. كيف اعتمدتي على هالقول؟ حساسيتك لأيقظة هو خليتك تقولي إنه هذا شعر. وبتقرأي لآخرين. أنا صار معي تجربة ظريفة كتير. مرة كنت ببلد من البلدان جابوا لي مجلة معنية بالحداثة، فطلعت بالفهرس ما بعرف الأسماء، قلت بدي قعد بالأوتيل قلت بدي أقرأ. قريت شي 30 صفحة مجلة، بعدين فجأة مرت قصيدة بالعامية، قلت العم هذا نفس الشعر عم يكتب. اكتشفت انه بالثلاثين صفحة انا قريان لست شعراء وظنوا شاعر واحد. والله هذا يعني هجاء فظيع للشعر، انك تنتقلي من شعر لشعر لما تحسي طبعا لأي ابداع لأي حال يعني اي ابداع. أستاذ ممدوح مرة قلت أنه الفرق بينك وبين أدونيس أنك بتسمع نشرات الأخبار. يعني ممكن تترجم لنا الرأي؟ أنا بتسمع نشرات الأخبار بمعنى أنه أنا مهتم بالعالم الخارجي ولو ما كتبت عنه مباشرة، لكن عندي فضول تابع شو اللي عم بيصير ببلدنا وبالمنطقة بالعالم من إيش وكل يوم بسمع أخبار. أنا أدونيس بجوز بسمع أخبار أكثر مني، بس قصدي القصد أنه مو معني تماما باللي عم بيصير، لذلك أنا بقول هو ما عم يسمع نشرات الأخبار، هو ما مهتم أبدا لا بالمجتمع ولا بالسياسي ولا بالدليل أنه بس تشتغل بالسياسي بغلط أغلاط فظيعة أدونيس. لما بيتبع عن حاله بيتألق. فهذا الفارق بالضبط أنه أنا معني بالعالم الخارجي وأتابعه في الأخبار وغير الأخبار، وهو كما أظن مو معني. مثل شو الأغلاط الفظيعة اللي كنت عم بتقول أنه بس يهتم بالشأن السياسي بيرتكب؟ ما بدنا نحكي عنه. طيب ما بدنا نحكي عن أخطائه ولا ما بدنا نحكي عنه؟ لأنه عنه في عندي شغلة بحب استوضحها منك، أنه كيف بتفسر التناقض بين غموض ما يكتب بالنسبة للأكثرية وبين تحول أدونيس لظاهرة شعبية؟ اسم أدونيس صار ظاهرة شعبية. هو أدونيس حول إلى ظاهرة شعبية، هو يعني اللي بيفهموا شعره قلال واللي محتفظين دوينه أقل يعني، لكن فيه مجموعة. هو كمان شاطر كتير من مجلة شعر إلى آخر شيء مواقف، يعني عرف ينتقي ناس
يخدموا شعره ويكتبوا عنه دراسات جدية. تيجي بتقرأ هالدراسات تحس إنه زعبرة، المتفككية والبنيوية ومدري إيش كذا كله علاج. هذا البنيوية هي محاولة إخضاع الإبداع لشروط الكمبيوتر. وبس تخضعي الإبداع للآلة بيفقد خصوصيته. هنو قرروا أنه الكمبيوتر أو الآلة، شروط الآلة يعني، هي تحكم على الفن، وقعدوا يشرحوا القصيدة كما يمكن للطبيب أنه يشرح جسم. فمن هيك صار أدوني الظاهرة مسموع عنها، مسموع عنها أكثر ومقروءة. بينما كمادة للقراءة هل مثل ما قلنا أول، يعني بعتقد اللي بقرأه قلال جدا وأقل منهم من المحتوظين دوابين. أنت بتستمتع وقت تقرأ؟ لا صراحة لا، أنا بيعجبني يعني التأملات النظرية بالنقد هيك أكثر. بقرأ يعني الفن بالأخير متعة. إذا ما أول شروط الفن إنه يهبك المتعة. إذا ما هبك المتعة بيكون شو عم تحلي رياضيات يعني أنت؟ عملية كيمياء عضوية؟ شو عم تشتغل يعني؟ أنا الشرط الأساسي إنه يمتعني العمل. امبارح حضرنا مسرحية ما عجبتني لأني ما استمتعت. مع إنه يعني وراه أسماء ومدري. ما في فن ممكن ينجح إلا أن يمتع مشاهده أو متابعه. اللي ما بيمتع بيكون عم يطلع لك الصوف، نحن بنكون بنطلع لك الصوف. شو يعني عم تعلك الصوف يعني بالأخير يعني شو؟ أدونيس يعني رغم ذلك مشان ما أظلمه يعني مجتهد حقيقة ومتورط بمشروع شعري وعم بيخدمه بإخلاص، بس هالمشروع ما بيعجبني. أستاذ ممدوح، ممكن يكون واحد يتوقف عند بعض الأسماء يعني أنه مثلا القاسم المشترك أو الفرق لا بلا بينك بلا وبين بلا علي الجندي. بلا الأسماء بلا، رح جاوب عن علي الجندي فقط. هلأ بنشوف الأسماء لا أخرى. لا مشان ما ندخل بالمهاترات والهي. علي شاعر ظلم وهو من جيل الرواد يعني، تم تجاهله لأنه في سبب منه هو كان معني انه يعيش الشعر اكثر ما يكتبه. ولما بيكتبه اخر همومه انه يخلص كتابه، لذلك كانت مر سنوات هو ما ينشر ولا قصيده. ولما نجبره او هيك نطلب منه او هيك يعني بصعوبه كانك عم تقلي له اقلاع درسك يعني، يقعد يبيض القصيده. نعزم على مهرجانات بعد ما نوصل على البلد اللي رايح له، مو جايب دواوين معه ومعتمد علي انا اكون جنبك، بعدين قلت انا امك يعني. طيب هلا استاذ ممدوح، اذا قلنا انه في قصيده بتحب تلقيها لك هلا شو بتكون؟ كل دواوين. لا معلش شويه انتخاب، معلش كله عظيم ما اختلفنا. ما بعرف الديوان الاخير هذا لانه في مختارات، هو في كتبت عن قريتنا اسمها قيرون، كتبت مجموعة قصائد قصيرة، رح أقرأ لك هيك نموذج نموذجين منها يعني. واحد اسمه شجر. شجر أم صبايا هزت الريح أغصانه، أم تمايلنا في غنجهن وشمرنا عن سمر سيقانهن الثياب، وترافقنا حورا يلويه عصف الرغاب. شجر، ولماذا إذن تتفتح عين على ورق الحور تغمز ضاحكة، أو تفك النسائم صبحا عرى برعم الجلنار، تتعرى لنا حلمة منه تسطع في دمنا كالعذاب. شجر، بل صبايا تخطرن في وقفة خادعة، تظاهرن بالسير يبقين قدامنا كل واحدة أتقنت نظرة وادعة، أتقنت غنجها لتذيب قلوب الشباب.
استاذ ممدوح خلص وقت الحلقه، بس الحوار معك ما خلص، بعدنا بالاول حلقه ثانيه. فاذا ما عندك مانع بنكمل بحلقه ثانيه ان شاء الله. اوكي اعزائي المشاهدين، بتامل تتابعونا بالحلقه القادمه، لانه في شيء كثير نحكي مع الاستاذ المبدع الكبير الاستاذ ممدوح عدوان.